هل يجوز القصر والجمع ما بين مكة وجدة؟ الله، هذا حسب المسافة. إذا كانت المسافة 80 كيلو من مباني مكة إلى مباني جدة، المسافة 80 كيلو خارج البنيان، هذا يجوز القصر. أما إذا كان لا، مباني مكة ومباني جدة ما بينها مسافة 80 كيلو بل أقل، لا يجوز القصر. نعم.